النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في النشرة الجوية الرئيسية، نستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للمملكة خلال الساعات القادمة، أيضا خلال 3 أيام القادمة بحول الله، حيث تأثرت المملكة بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية حسب تصنيف طقس العرب لتصنيف شدة المنخفضات الجوية. هطلت ولله الحمد كمية جيدة من الأمطار في عموم مناطق المملكة، كانت تحديدا خاصة بالمنطقة الشمالية والوسطى وأيضا الشرقية والأجزاء الشمالية من المنطقة الجنوبية. نبدأ نشرتنا باستعراض كميات الأمطار المسجلة خلال ساعات حتى ساعات صباح اليوم. حتى نهاية هذا المنخفض الجوي سجلت إربد 25 ملم، عجلون 32، جرش 18، المفرق 14، السلط 25، غرب عمان 22، شرق عمان 18، الزرقاء 16، مأدبة 19، الكرك 6 ملم، الطفيلة 2 ملم، الشراء سجل ملم واحد، معان لم تسجل أي كميات، العقبة أيضا لم تسجل أي كميات. ننتقل الآن إلى صور أقمار اصطناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم. يلاحظ تحرك هذا المنخفض الجوي من جزيرة قبرص باتجاه الأراضي اللبنانية، ثم لاحقا باتجاه الأراضي السورية، لكن خلال الساعات القادمة سيبتعد باتجاه الأراضي العراقية. هذه هي الجبهة الهوائية الباردة التي ضربت المملكة خلال ساعات الليل، التي ترافقت بهطول زخات أمطار كانت غزيرة، ترافقت أيضا بالرعد أحيانا خاصة على المنطقة الشمالية وتساقط لحبات البرد، حيث كانت ذروة الفعالية الجوية أثناء عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة مع ساعات منتصف الليلة الماضية. خلال الساعات القادمة سيبتعد هذا المنخفض الجوي باتجاه الأراضي العراقية، وبالتالي يميل الطقس للاستقرار أكثر تدريجيا مع ساعات مساء الأحد، يستقر الطقس تماما يوم الاثنين. عادة في المملكة عندما يؤثر منخفض جوي ويبتعد وتنتهي تأثيراته، عادة ما ترتفع نسب الرطوبة ويتشكل الضباب، وهذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة، خلال ساعات ليلة الأحد على الاثنين وأيضا خلال ساعات فجر يوم الاثنين، حيث يتوقع أن يتشكل الضباب في مناطق واسعة من المملكة تشمل منطقة السهول الشرقية، منطقة البادية، أيضا المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى، ربما حتى المرتفعات الجبلية الجنوبية. هذا الضباب سيعمل على تدني في مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات فجر وصباح يوم الاثنين بحول الله، سرعان ما سيتلاشى هذا الضباب مع شروق الشمس أيضا، خاصة مع خلال ساعات الصباح المتأخرة بحول الله، وبالتالي ستتحسن الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح المتأخر من يوم الاثنين. نبقى في يوم الاثنين، يوم الاثنين سيستقر الطقس، تهب رياح غربية خفيفة السرعة بالمجمل، لكن سيكون الطقس بارد نوعا ما مع استمرار درجات الحرارة أقل من معدلاتها. لكن اعتبارا من يوم الثلاثاء بحول الله تبدأ رياح الشرقية إلى جنوبية شرقية تهب على المملكة بالتزامن مع ارتفاع على درجات الحرارة، أيضا هذا الارتفاع على درجات الحرارة ناتج عن تمركز لمرتفع جوي في طبقات الجو الكافة، سيعمل على ارتفاع على درجات الحرارة، أيضا هبوب لرياح شرقية نشطة إلى معتدلة السرعة تزيد من الإحساس بالبرودة في عموم المناطق، خاصة خلال ساعات المساء والليل من يوم الثلاثاء. تستمر هذه الرياح بالهبوب خلال يوم الأربعاء بالتزامن أيضا مع المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة. بالانتقال للتوقعات الجوية خلال 3 أيام القادمة بحول الله، المتوقع على العاصمة عمان، حيث يستقر الطقس يوم الاثنين، لكن تتفرق الغيوم المنخفضة في عموم المناطق. 14 درجة مئوية متوقع أن تسجلها العاصمة عمان كحرارة عظمى، 6 درجات مئوية كحرارة دنيا مع توقعات بتشكل للضباب. يوم الثلاثاء المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، طقس صافي 17 درجة مئوية كحرارة عظمى، 10 درجات مئوية كحرارة دنيا مع هبوب لرياح شرقية ربما تزيد من الشعور بالبرودة خاصة خلال ساعات المساء والليل. الأربعاء المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، يصبح الطقس لطيف إلى معتدل في عموم المناطق، مائل للدفء في منطقة البحر الميت والعقبة يوم الأربعاء، حيث تسجل العظمى في العاصمة عمان 20 درجة مئوية، 11 درجة مئوية كحرارة دنيا مع تفرق للغيوم العالية خلال ساعات ليل يوم الأربعاء بحول الله.
كملخص لما ذكرناه في نشرتنا، لما ذكرنا استقرار على الطقس خلال نهار يوم الاثنين مع ابتعاد هذا المنخفض الجوي بعيدا عن المملكة، أيضا ضباب متوقع في منطقة السهول والبادية وأيضا مناطق الجبلية خلال ساعات فجر وصباح يوم الاثنين. أيضا هناك ارتفاع على درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء لتكون درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.